بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل حاجه بسيطه جدا بالداينامو، ممكن تعملها بريفت عادي بس كتدريب على الداينامو، وهو ان انا اعرف عدد الابواب. خليها الابواب، طبعا اي حاجه تنطبق، طبعا ابواب شبابيك شتات اي عناصر. تمام، هقول له عايز نيو، هقول له انا من الريفت انا عايز سيليكشن. طيب عايز سيليكشن لايه؟ هقول له كاتيجوري، قول اليمنت اوف كاتيجوري اهيت، اوصل بينهم. هقول له هنا انا عايز الباب الدورز. تمام، طيب بعد كده ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هقول له انا عايز كاونت، عايز اعرف عدد العناصر. خلينا ناخد الكاونت ديت. قال لي ان عدد الابواب في المشروع ده 16. تمام، وممكن اقول له طب عايز واتش، يبقى يجيب لي ان عددهم 16. طيب لو عايز اتاكد من الكلام دوت، هروح هنا جاي على السكادول فيو سكادول، هقول له انا عايز سكادول للابواب دورز. تمام، هقول له انا عايز الكاونت مثلا، عايز اي خاصيه مثلا زي التايب، هقول له جروبنج، هقول له انا عايز جراند توتال، واشيل اتمايز افري انستنس، هجيب لي ان عدد الابواب 16. تمام، انا مجرب بس تدريب على فكره الداينامو، والداينامو طبعا بيفيد في حاجات اكبر من كده.